كلمة الله لما بتروح عليها مرات كتيرة بتصدمك لأنه ما بتحقق لك اللي انت بدك إيه. معظم الأحيان بدنا نروح لكلمة رب حتى كلمة رب هيك تفرفشنا شوي. مش هيك معظم المؤمنين بينتهوا بشوية مزامير يمكن بالإنجيل بإنجيل يوحنا خاصة ويمكن أمثال، لأن لما نروح على أسفار التوراة بتتحدينا، لما نروح على أسفار التاريخية بتوبخنا وبتخجلنا، نروح على أسفار النبوية بتتحدينا، نروح على أسفار الرسائل في العهد الجديد تثقفنا تعلمنا، ونحن ما بدنا، بدنا الكلمة تفرفشنا، منستصعبها. مش هيك وعم نقرأ هون بمطرح معين بنقول طيب ما معي وقت هلا برجع للمزامير، ويمكن مش كل المزامير هيك. في كم واحد مزمور 27 91 مزمور 23 كم واحد بيعزونا، لكن أحبائي حين تقرأ بكلمة الله أنت تفتح الطاقة إلى محضر الله وتفتح المجال لكي يتكلم معك الله. الله يتكلم معك، الله يعلن، ليس فقط اسمعوا لما تقرب الكلمة تطلب الله، لا يعلن لك الله فقط أمور تختص به، لكن يعلن لك أمور تختص فيك. مش بس بيكشف لك عن ذاته، لكن بيكشف لك عن ذاتك. مش بس بيكشف عن قلبه وإرادته، لكن تخترق كلمة الرب كالسيف ذي حدين، فتخترق إلى أعماق القلب والفكر والإرادة والشخصية والذات، وتميز أفكار القلب ونياته.